بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لهم، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد وصلنا إلى بيان حقيقة الرياء وما يراء به، وذلك كتاب ذم الجاه والرياء من إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمه الله، حجة الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، وعلماء المسلمين وطلبة العلم ومحبيهم وأمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، سعين الله عز وجل أن يصلح الأحوال. بيان حقيقة الرياء وما يراء به. اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، شيء يشاهد، والسمعة يعني وأن السمعة، وعليكم السلام، مشتقة من السماع. وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير. أنت تري الناس من نفسك خصلة أو أكثر تطلب بها المكانة في قلوبهم، إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات، وتطلب بالعبادات، تطلب العبادات كما ذكرنا بالأمس وغيره. يعني يبدي الإنسان من العبادات أمام الناس ما لا يفعله في بيته، هذه مراعاة وفيها شرك. اللهم آمين. واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها في العادة، وإن كان يمكن أن يكون في غيرها، وسيأتي تفصيل. فحد الرياء، تعريف الرياء، هو إرادة العباد بطاعة الله عز وجل. يريد العباد، وهذا خطر، الأصل فيها أنت تريد رضا المولى عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بشيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فالمرائي هو العابد، عابد ولكنه ليس مخلصا، والمراء له هم الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم، والمراء به هي الخصال التي قصد المرائي إظهارها، والرياء هو قصده إظهار ذلك. يعني بعض الناس صور نفسه وفي مكة يعني ويبكي وكذا، يعني إن شاء الله تكون يعني صادقة المسألة، لكن أولى بك أن تبكي بعيدا عن الكاميرا. شوف لك في الشغلة. والمراء به كثير، تجمعه خمسة أقسام، هي مجامع ما يتزين العبد به للناس. القسم الأول البدن، وكل هذا سيأتي تفصيله عما قليل إن شاء الله. الأول البدن، ثم الزي، ثم القول، ثم العمل، ثم بالأتباع والأشياء الخارجة عن النفس. وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة، إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات. القسم الأول الرياء في الدين من جهة البدن، وذلك بإظهار النحول والإصفرار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد، وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة. هذا يظهر صفرة شعثا، يظهر شيئا في لونه في حاله، وليدل بالنحول على قلة الأكل، فيسأل مبين عليك صائم، وبالإصفرار على سهر الليل وكثرة الاجتهاد وعظم الحزن في الدين. منذ أن كنا أطفالا صغارا قالوا في رمضان، في نهار رمضان، الذي يمسك بالجلد يعني فوق الإصبع مباشرة ويبقى لفترة، يعني إن كان فيه مياه كافية في الجسم فيعود إلى حاله بسرعة، وإلا فذاك دليل على إيش؟ على الصيام. يعني منذ الصغر تعلمنا أن هنالك مؤشر
للصيام. للصيام. هذا ليس شرطا، وهذا ليس شرطا. قد يكون صائما، قد يكون صائما. تعال قد يكون صائما ولم يشرب مياها كافية، يصير ولا بصيرش؟ يصير. وقد لا يكون صائما ولا يشرب مياها كافية، يصير على الجهتين، على الوجهين. وكذلك يرائي بتشعيث الشعر. انظر إلى انقلاب المسألة. كان الشعث رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره. كان شعث الشعر يدل على عدم الاهتمام، أصبح موضة. اللوك شو بسموها لما ما يمشط، وهي ما تمشط. بعض النساء قل لك إيش الموضة اللوك. طيب ليه؟ ليدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسريح الشعر. بل اليوم الله أعلم كم يمضي من السويعات، وهي أكثر إذا بدأت تحط يعني طبقة المساحيق بالكامل ظلال على العينين والتسريح الشعر يعني بدها وقت طويل حتى قبل أن تخرج من بيتها. فتخرج صباحا يكون لها ساعة وهي يعني تحسن من الهيئة. نعم. يعجبني التعبير في اللغة الإنجليزية، يقال ميك أب، وهو نوع من تعويض النقص، يعتبرون هنالك نقص. ويصل الحال بالإنسان من باب قضية تعويض النقص هذا إلى إجراء عمليات تجميلية. يعني مرة حضرت مقابلة مع امرأة عملت 18 عملية تجميل، ووضعت صورتها وهي صبية صغيرة تقول أنا أكره هذا، أنا أكره هذا، ما بدها الشكل هذا. وتفكر راح ترضى هي عن الشكل الجديد؟ لو رضى عن الشكل الجديد ما عملت 18 إيش عملية. وشاب من دولة عربية أذكرها وأذكر من يعني أراد أن يصبح شكله مثلها، طلب من أطباء التجميل أن يجوا له عملية تجميل حتى يصبح مثل الفنانة الفلانية، وقد حصل عاد شكله مثلها. وهذا لا يجوز للأطباء. يعني مثلا أنف شكله يعيق دخول الهواء مثلا، عادي. لا هو أنا أتحدث عن قضية طبية محض، مش بحطوا لك دي الشبكة في الله يشفيكم وعافيكم، بحطوا شبكة في الشرايين وبحطوا بعرف إيش وبقيم بقصقص، فهمت علي؟ يعني أطباء، شو شغل أطباء؟ لكن هذه ليست قضية طبية، ليست قضية طبية، لا يوجد حاجة. بل طلب هذا الإنسان، حتى لو طلب أن يكون مثل الرجل الفلاني لا يصح. كيف الناس لم تعد تقبل شيئا؟ القلب عليه نفايات كثيرة. يقال أنه مثلا في لبنان لم تعد الحكومة إيش تجمع النفايات، أنهار من الأكياس، أنهار. وقيل في نابولي في إيطاليا لم يجمعوا النفايات، وقيل في المكان الفلاني، شفت وين؟ ولكن النفايات التي على القلب هي ذاك مهم أن ينظف الخارج، ولكن ماذا عن النفايات التي على القلوب، على النفوس؟ ترزخ تحت وطأ كمية نفايات هائلة معنوية. أنت تقوم من النوم وعليك مواجهة هذا الكم الهائل الذي يعني يرزح على السطر. وهذه أسباب مهما ظهرت استدل الناس بها على هذه الأمور فارتاحت النفس لمعرفتهم. فلذلك تدعو النفس إلى إظهارها لنيل تلك الراحة، ويقرب من هذا خفض الصوت وغور العينين وذبول الشفتين، ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم، وأن وقار الشرع هو الذي خفض من صوته، أو ضعف الجوع الذي هو أضعف قوته.
يعني وأن ضعف الجوع هو الذي أضعف قوته. وعن هذا قال عيسى عليه السلام: إذا صام أحدكم، تقدم هذا الحديث، فليدهن رأسه وليجل شعره ويكحل عينيه، بمعنى أنه يظهر أمام الناس وهو صائم وكأنه بقوة أكل وشرب وبقوة، حتى لا يقال له هل أنت صائم، أو يوصف بالصوم وهو ليس كذلك، أو مخافة أن يصل إلى القلب شيء من هذا. وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك كله لما يخاف عليه من نزغ الشيطان بالرياء. وذلك قال ابن مسعود: أصبحوا صياما مدهنين. فهذه مراءة أهل الدين بالبدن، فأما أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن وقوة الأعضاء وتناسبها. مراءة أهل الدين بالبدن: صفرة ونحول وضعف وغور عينين وجفاف شفتين، جرجر حاله جرجر تعبان. أهل الدنيا العكس، يراؤون بإظهار، احنا ولد من صغير بتبين عندنا في ثقافتنا، صير يقولوا ولد مربرب. الكلمة هذه بالعامية تعكس تمنن فرعون على سيدنا موسى عليه السلام حينما قال له: ألم نربك فينا وليدا، أخذناك طفل رضيع حتى قبل أن يرضع، أو رضعته أمه ثم وضعته في التابوت في الصندوق، ألم نربك فينا وليدا. فرعون أدنى مرتبة من أن يؤدب سيدنا موسى عليه السلام، ما عنده شيء يعطيه، لكنه عنده أشياء كثيرة في عالم المادة، طعام وشراب ولباس ومسكن، ألم نربك فينا وليدا. ولذلك التنشئة في بلادنا كثيرا ما تركز على قضية البدن، يعني تعتبر الأم أنها نجحت إذا كان أولادها مربربين بالعامية، وقد يؤدي هذا إلى مشاكل صحية فيما بعد، زيادة الطعام، ثقافة موجودة. هنالك أطفال لا يأكلون، وهنالك أطفال يطعمون يغذون غصبا عنهم زيادة، وبصير تقول له أمه بعدين علشاني، واللقمة بتقول لك يا لطيف يا لطيف، ومشان يأكل إيش. الطفل يعرف نفسه أكثر من أمه، بمعنى أنه أخذ حاجته انتهى. لا تغصب. قال: ألم نربك فينا وليدا. نعم. وفي مقابل هذا في حديث يمكن يكون فيه سادي شيء، ولكن أدبني ربي فأحسن تأديبي. طعامك وشرابك ولباسك ومسكنك كله من فضل الله عز وجل، كله من فضل من؟ فضل الله عز وجل. والأدب الذي أنت فيه من فضل الله عز وجل. وقد تصبر ويصبر المجتمع على قلة الأكل، مجاعة، حرب، كرب، يصبر الناس عند أول إشاعة الله يجزيهم الخير، أهل بلادنا يفرغون مخازن الطعام يعني المحلات من الأكل عند أول إشاعة شيء أو مناسب، يصبر الناس. ولكن الأصل فيها ألا يصبر على قلة الأدب، اهتمامنا بالطعام الأصل فيها نعم نطعم الأطفال، ولكن أين الأدب في المعادلة؟ ثم أصبحت الموضة الجديدة الآن عند أهل الدنيا، يعني صورة الرجل الغني في الكاريكاتير، مرسوم هذه الكاريكاتيرية. قديما كانت صورة رجل ضخم له كرش ضخمة جالس خلف مكتب، والفقير هو النحيف،
اليوم الأغنياء هؤلاء لا يأكلون كبقي، يعني يحرم نفسه، يعني هو النحيف رياضة وامتناعا عن إيش؟ عن الطعام. تغيرت المسألة. لا لا، هو لا يأكل، يعني يمسك بزجاجة ماء مثلا، لا يأكلون. كثير منهم أنا نقرأ، يعني نقرأ مثلا يقوم في الصباح الباكر ويذهب الساعة 4-5 الصبح، يذهب إلى الأندية الرياضية ويركض ويرفع الأثقال ويسبح وكذا. الساعة 6 مثلا يذهب إلى عمله مثلا نشيطا كذا إلى آخره. هاي نعم، ولكن بدون صلاة وبدون القضية، لم يقم هو لعبادة، لم يقم لي لعبادة. هذه الصورة الموجودة الآن. وفلان يقول أنه يشرب القهوة، هذا جراح قلب يقول أنه يشرب القهوة مع الكافيين عادية مرة في الصباح، ولا يأكل شيئا، ولا يأكل إيش شيئا، ثم بعد ذلك يشرب قهوة بلا كافيين، يعني حتى ينتصف النهار، حتى ينتصف النهار. وغير ناس بيصبح وين في شغلة بايته بجبرها، مش هيك؟ طيب، أما يعني وقال صفاء اللون، اعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن وقوة الأعضاء وتناسبها. الثاني، القسم الثاني، الرياء بالزي والهيئة. أما الهيئة فتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي والهدوء في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه. من أثر السجود، طبعا هذا من أكثر من السجود، من صلى بإذن الله جل يكون له هنالك علامة على جبينه. قال وغض الثياب ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من نصف الساق. تشميرها لا، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث هنالك أكثر من معنى. المعنى الأول ألا يجعل هو تحت، يعني لا يكون ثوبه طويلا جدا يجره على الأرض تكبرا. الكبرياء ردائي، فلا صح للإنسان أن يتكبر. وسأل سيدنا أبو بكر الصديق السلام، سأل سيدنا أبو بكر الصديق عن ثوبه وعن حاله هو، قال له سيدنا صلى الله عليه وسلم لست منهم. لم يقل له أنت يا أبو بكر اذهب فقصر هذا الثوب إلى نصف الساق. القضية حال قلبي. ولا تنكر على الناس، ولا تنكر على الناس، فإنك لست، يعني شو بدك إياه يعني نصير نلف إحنا والعكس صحيح. السلام عليكم. والحديث يطول. عليكم السلام. وتشمير إلى قريب من نصف الساق وتقصير الأكمام وترك تنظيف الثوب خصيصا وتركه مخرقا، هذه عجيبة. كان ترك الثوب مخرقا، نقول إحنا عن ثوب سيدنا عمر بن الخطاب المشهور بأنه كان إيش مخرقا. ذاك كان ورعا، كان إيش كان ورعا، كان ورعا. حضرت اجتماع بين مدير الجامعة الإسلامية في كوالالمبور في ماليزيا، الجامعة الإسلامية العالمية، ووزير تعليم عالي من دولة عربية. فقال ذاك الوزير احنا كنا ثلاثة من البشر، صحيح، لأنك أبدا دائما هنالك من هو معك، كنا ثلاثة. فقال ذلك الوزير لو كان سيدنا عمر، ما أدري قال سيدنا، أظن قالوا لو كان عمر بن الخطاب بغض النظر موجودا اليوم، يعني هذا الكلام سنة 94-93-94-95 ليس أكثر، لو كان موجودا قال لا ركب الشبح. والشبح ليس الذي يظهر للناس في الليل ولا في المغارات ولا في
هي سيارة أبو إسرار قلنا سيارة مرسيدس فيها كذا وكذا وكذا من ال وليس حراما، لكن انظر إلى على من ضرب هذا المثال وما أسوأ ما ضرب. سيدنا عمر بن الخطاب كان ناقصه أنه يلبس ثوب يمرغ رأسه بالتراب. ما احنا بنتحدث في قضية الجاه، نذكر سيدنا عمر بن الخطاب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرفون أن الحرب في الأصل كانت بين الفرس وبين الروم ردحا من الزمن، هذه مرة تنتصر وهذه مرة تنتصر. غلبت الروم في بضع سنين وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بشارة. والمؤمن سبحان الله، لأن الروم أهل كتاب فتوجه القلب هكذا نفسيا، وقد حصل. وكان هنالك فراغ شمالا، ولكن كان هنالك قوة ولازلها القوة. وحصلت معركة القادسية التي غلب فيها الفرس، وكان فيها ابن أم مكتوم. ابن من؟ ابن أم مكتوم رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي نزل فيه القرآن. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لما كان فيها؟ قال لي للناس: حملوني الراية فإني رجل كفيف لا أهرب. بغض النظر عن تطورات في ساحة المعركة، فلو يعني تحيز المسلمون إلى فئة غيروا بدلوا تكتيكات الحرب وكذا، هو سيظل إيش؟ ثابتا، لا يرى إيش؟ ما يدور من حوله. واستشهد في تلك المعركة، وللعلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حقوق أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف أن الإسلام تعامل معهم بهذه الصورة. أعطني فئة، شريحة من شرائح المجتمع، كبير أو صغير، امرأة أو رجل، طفل أو كبير، شيخ، فعل، كل منا لديه حقوق، ونحن لسنا بحاجة إلى من يأتينا من خارج بلادنا يعلمنا الحقوق. كل ما علينا إلى أن نقرأ ونفهم ونطبق، صح ولا لا؟ مش هيك؟ هذه القادسية. من بعدها الفرس جمعوا جيشا عظيما، جيشا ايش؟ عظيما. وحصلت معركة نواة سمع فيها سيدنا عمر بن الخطاب، شاهد في الحديث، عمل مثل بسموه اليوم هيئة الأركان، أنه ماذا سيفعل لمواجهة الفرس. في الآن جمعوا قوتهم، بدهم يستردوا معنوياتهم وردوا كرامتهم كما يقولون. فقال سيدنا عمر بن الخطاب أنه سيرسل رجلا، طلع هذاك بيجيك بمية 150,000 جندي، سيدنا عمر الخطاب قل سيرسل لهم النعمان بن مقرن المزني. تسمعين الكلام؟ هذاك بحضر مئات الألوف، وهذا بقول له سيرسل لهم على رأس الأسنة، بيكون في معاه جيش مش نفس العدد، سيرسل لهم النعمان بن مقرن المزني. انظر إلى الأعاجيب. حاصرت الحرب وانهزم الفرس، وجعل يعني من يحمل الرسالة بأنهم انتصروا. فسأله سيدنا عمر بن الخطاب عن النعمان بن مقرن المزني، فقال له: يا أمير المؤمنين احتسب واسترجع. فقال: إن الله وإن راجعون. يعني الرجل ماله استشهد في المعركة. قال: وفلان وفلان وفلان. ثم قال ذاك حتى أراد أن يخفف كأنه عن سيدنا عمر بن الخطاب، قال: وأناس كثيرون لا تعرفهم. قال: وما يضر هؤلاء أن عمر لا يعرفهم،
نتحدث عن قضية الجاه، قضية الأسماء. قال وما يضر، وما يضر هؤلاء أن عمر لا يعرفهم، يعني هو نكر عند الناس من أهل الأرض، معروف عند أهل السماء، يعلمه الله عز وجل. واليوم الواحد ممكن يكون معروف عند الناس نكرة، نكرة لأنه اقترف المنكر، نكرة محجوب عن ربهم لمحجوبون. هذا الذي لا تلقي إليه بالا تكون منزلته عظيمة في السماء. هذا اللي بتقوله احنا الناس للأسف الشديد في ثقافتنا العامية بيقولوا هذا بسواش قرشين، ما هوش قرشين ولا قرش، ما لك ومال اللي في جيبته. أتعلم من هو عند الله عز وجل؟ أنت تعلم ما اقترفت أنت من الذنوب؟ هل تعلم لعل الذي بينه وبين الله عز وجل ظل صافيا نقيا طاهرا؟ فلا تنظر إلى إنسان بعين تستقل في هذا الإنسان. قال يا ويح أم عمر، يا ويح أم عمر، وما يضر هؤلاء أن عمر لا يعرفهم. إذا لا سيارة شبح ولا ما يحزنون. إنما أراد أن يبرر ذلك الوزير لنفسه ركوب تلك السيارة، صحتين صحت اركب، لكن قم بحقوق الناس وأدر هذه الوزارة التي عندك على أحسن وجه، لكن المشكلة ليست أنك تركب. نعم، ما هذه المشكلة؟ نعم نعم، للأسف الشديد هو كذلك. جزاك خير. أصبح المقياس لدينا إذا جاء الخاطب نظرنا إلى ما في جيبه وإلى بيوته وسياراته و... طب ومن يزوج أهل الدين الذين لا سيارة ولا طيارة ولا، بل يزوجون، ربنا ييسر. لكن انظر إلى انقلاب الموازين، انظر إلى انقلاب الموازين، انظر إليها فإنه حرام يؤدم بينكما، لكنها تنكح المرأة لأربع، لجمالها، لمالها، حسبها، نسبها، فانكح ذات الدين تربت يداك، فعليك بذات الدين. وكأن كل ما سبق أصفار إذا لم يكن هنالك دين. والدين أخلاق، إن بعثت لتمم مكارم أخلاق. والسيدة عائشة قالت كان خلقه القرآن. نعم. قال وتركه مخرقا، كل ذلك يرائي به عجيب. أصبحنا نشتري الثوب مخرقا وزيادة. بحثت أخت لي لابنها عن بنطلون سروال عادي بدون خروق، قالت وكأن البنطلون العادي هذا السروال اختفى من السوق. ورأيت بعض كبار السن في من حولي، كبار يعني في الثلاثينيات في وأكثر من ذلك رأينا لعلنا، وهو يلبس، ما تحدثنا بشيء إحنا من يعني فيروس المخرق. هذا أبو ثلاثين يا شيخ، زمان ما كان 2018 ما كانش مخرق، كان يستحي، كان يستحي الشاب أو كذا، الرجل كان يستحي أن يلبس مخرقا. نعم كان يستحي، كنا نلبس من قلة غير صحيح، بس واحد يعني بيطلع في الثوب المخرق كان يستحي. اليوم صار ايش؟ يفتخر بأنه يلبس هذا. كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه ومقتد فيه بعباد الله الصالحين. ممكن تنطبق عليهم آية وباعت بيننا وبين أسفارنا؟ لا، هذه لا، هذه اللي حصل أن مغني أمريكية، لا نذكر اسمها، وكأنهم هذول الناس اللي حياتهم كلها عهر، حينما تذكرهم يسرون لذلك، لا نذكرهم من هذا الباب،
هي أول ما لبست المخرق والمقطع هذا على المسرح، ثم اتبعها الناس. عجيب أنها إمام. هذه المرأة ها هي قدوتهم وهي إمامهم وهي يقولون عندنا يصلى على أذياله، هذه يصلى على مرقعتها، بمعنى يعني هم صلوا على مرقعتها على مخرقها، على هي أصلا كانت تغطي أصلا حتى تبدي. ومنه لبس المرقع والصلاة على السجادة ولبس الثياب الزرق تشبها بالصوفية مع الإفلاس من حقائق تصوف والباطن. السادة يا كرام، هنالك بعض السادة الصوفيين الذين عندنا في القدس لا يلبسون ثوبا معينا، يا لابس يا لا بلبس، بلبس مثلا هالدشداش، بلبس جاكيت عادي، بلبس حطة وعقال، شو بس شتا بجوز يلبس له معطف ثقيل مثلا او كذا لاخر، لا بلبس زي هالناس. فما في القضية، قضية حقيقة معينة، حقيقة حقيقة قلبية. قبل 10 سنوات أو 10 سنوات أصح، بل الصحيح أو أكثر أو أقل، أظن أكثر، وقد تبلغ 20. والله بعد 10 ببطل يعني الواحد، يعني في مرات أنت مرات تحسب الأمور بالساعات، ومرات في بعض القضايا لا يهم. والشاهد في الحديث إني سألت الرجل حفظه الله، هذا الشيخ الصوفي عندنا في المسجد الأقصى، مثل ما بنقرأ في الكتب بنسمع هذا، قلت له إيش انصحني، قلت له إيش انصحني، فنصحني، فما عدت أسأل منذ ذلك الوقت، فما عدت أسأل إيش من ذلك الوقت. ليش؟ ليس من الأدب أن أعود إلى طلب نصيحة أخرى قبل أن أطبق تلك النصيحة. شفت عاد؟ أرأيت؟ ليس من الأدب، ظل واد رايح جاي، كل ما شفت قل له انصحني، أنت صح، أنت صح، ثم عد إلى مثلها، أو ليس كذلك؟ هذا القول قضية أنه في حقائق، مش قضية ألبسة، إن ألبس تلبس. سألت بعض المشايخ، أظن الكلام كان في أوائل الثمانيات، قلت له لما تلبس ما تلبس الجبة والعمامة من أهل القدس من علماء المسجد الأقصى في ذلك الوقت توفي رحمة الله عليه، قال ألبس هذا، حينما ألبس هذا اللباس يأتي الناس فيسألون عن حاجاتهم في الفقه وفي كذا، يعني يكون مارا في البلد فيأتونه فقل له عندي سؤال تفضل. واضح؟ لولا لولا اللباس صح. نعم لا بس يعني هو اللي ينصح الناس يعني نعم 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 شو. ومنه التقنع بالإزار فوق العمامة، يعني تكون عندك عمامة ثم تلقي عليها إزارا مثل الحطة لكن بدون عقال، هذا يلبس عمامة ويضع فوقها مثل الشال مثل كذا، لا أبدا ما يضع العقال فوق وتحتها عمامة وتحتها كذا. وإسبال الرداء على العينين ليرى به أنه انتهى تقشفه إلى الحذر من غبار الطريق، ولتنصرف إليه الأعين بسبب تمييزه بتلك العلامة. ومنه الدراعة والطيلسان يلبسه من هو خال عن العلم ليوهم أنه من أهل العلم. الدراعة أترون لباس مثلا أهل موريتانيا عنده مثل اللباس فوق اللباس، وهو يعني له الدراعة، إذا قلتم عن الجلباب المغربي هذا هو غير اللي في موريتانيا، يعني في بعض الاختلافات من بعض الأوصاف أنه يكون مشقوق الجانبين، بعض الأوصاف يقول مشقوق من الأمام إلى آخره، بغض النظر أنه هذا درع لكنه ثوب له حديد ولا هو غير ذلك، لكن في اللبس الفلاني يعني قد يؤشر لنفسه بشيء. قال والطيلسان يعني بنفس اختلفوا في الوصف، بعض المشايخ في مصر في اليمن يضع مثل يعني مثل الشال على كتفه، إن احتاج من برد يغطي نفسه،
إن احتاج أن يتغطى وينام في مكان غطى نفسه إلى احتاج إذا كذا، لكن يكون على عادة على كتفه. مصلية إلى يصلي. مثلاً مصلية. والمراؤون بالزي على طبقات، فمنهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار الزهد، فيلبس الثياب المخرقة الوسخة القصيرة الغليظة ليرأي بغلظها وسخها وقصرها وتخرقها أنه غير مكترث بالدنيا مظهر. ولو كلف أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف يلبسه لكان ذلك عنده بمنزلة الذبح. بعض النساء والبنات والأطفال كانوا عند باب الأصباط، النساء إجمالا لابسات، والصبايا الصغار لازم تلبس قبل ما تدخل إيش المسجد، وإحداهن تعترض ما بدي ألبس. جايش أنت جاي على قاعدة متحف للفنون الجميلة يعني، جاي للمسجد. وبعض النساء تخلع في الطريق، يعني هو لا زالت في المسجد تخلع، نرى أنه تخلع في الطريق وهي خارجة. نعم نعم، وكأنها لت، والأصل فيها أنها تكون ساترة لنفسها في الحياة العامة، الخاصة الخاصة بمعنى غير هي كل الحياة. لو كانت في بيتها وجاء ابن عم أبناء العمومة يزورون وكذا، فكيف تقابلهم؟ لا تلبس شيء، فليس قضية البيت ما عدا. وفي النهاية هذا الموت التكشف في أمام الأولاد. رأيت أستاذا مرة كنا في كوالالمبور، أستاذ مسلم من دولة أوروبية، فإذا هو على الشرفة على البلكونة فقط بهال ولا شورت، حتى كلمة شورت يعني أشبه بال مايو السباحة الصغير جدا، منظر هذا يعني، وانت محسوب على المسلمين على الشرفة هكذا يعني أمام الناس. طيب، لكان ذلك عندهم منزلة الذبح، وذلك لخوف أن يقول الناس قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب في الدنيا. خايفين من ألسنة الناس، مش قضية أن الواحد يظهر على حقيقته. وطبقة أخرى يطلبون القبول، ودائما قولوا القبول، دائما قولوا إيش يعني. أحد المتحدثين في قبل أيام هنا يتحدث وقال القبول، يعني استحيى الواحد أن يصلح. القبول جمع قبل، قبل عكس دبر، لما هذه فانتبهوا. وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والوزراء والتجار، ولو لبسوا الثياب الفاخرة ردهم القراء، ولو لبسوا الثياب المخرقة الخلقة القديمة أزرتهم أعين الملوك والأغنياء. فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدنيا أهل الدين وأهل الدنيا، فلذلك يطلبون الأصواف الرقيقة والأكسية الرفيعة والمرقعات المصبوغة والفوط الرفيعة فيلبسونها، ولعل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الأغنياء ولون هيئته لون ثياب الصلحاء، يعني يلبسون ثيابا تجمع بين الطرفين، من جهة مقبولة عند هؤلاء ومن جهة مقبولة عند هؤلاء، ليس كهؤلاء وليس كهؤلاء، لكن إيش خطا ناش نسميه وسطا، لأن الوسطية هي موافق الحق. تفضل. في تكبيرة الإحرام ضم الإهال، في تكبيرة الإحرام نعم هو أن يقول الله في تكبيرة الإحرام، من أين جاء بالترقيق؟ الترقيق في اللغة العربية ما المشكلة في الترقيق؟ أولا الترقيق من بعد كسر، الترقيق دائما من بعد إيش؟ من بعد كسر. وإذا كان مرفوع لفظ الجلالة مرفوع أو يعني مفتوح آخره لا يفخم، هذه واحدة. وهي دائما الله أكبر،
دائما الله أكبر. لكن المشكلة أصبحت في فيما لفظ فيما سمعت قضية الترقيق لا يصح هذا. ولا حتى لا يوجد في تبرير لقضية الكسر حتى. كيف؟ في ناس بحثت أن في التكبير في الإحرام الضم على الهاء يا سيدي الله يسهل علينا وعليهم. كل واحد يعمل بما مسألة بس على كل يعني المؤذين. لا يا الله. بعض الناس قالت لي امرأة يوم الأحد صباحا يعني أول أمس في قبة الصخرة بعد درس لي للنساء قالت لي صحيح يعني ذهبت حجت هي وزوجها العام الماضي وقال لهم الناس أن عليهم 7 ذبائح على كل منهما بعد عودته من البلاد. قلت لها في عليك إلى 7 ولا 6 ولا 5 ولا 4 ولا 3 ولا 2 ولا 1. كان بتقول هي بتقولها صحيح وإحنا مليونير يعني مليونير واحد منه. هذول في ناس سمع وسبعة إذا رجعتم لهاش علاقة بهذا السياق نهاية. فسروا لهم يا عليكم 7 ذبائح يعني قطعوا ظهرهم. قطعوا إيش؟ قصموا ظهرهم. بسمح واحد من أبناء عمومتي زرتهم مرة في سنسناتي في أمريكا. تعرف أهل بلادنا بعض ما يقول وحاقراها حتى بعض الدول العربية الضاد يحولونها ضاء ومرات حينما تكون ضاء يظنون أن أصلها ضاد. فقرأ كلمة فعظوهن في القرآن الكريم فعضهم. قلت له معناته أنت مورمها لبنت الناس يعني بلاش هالقراءات. طيب إذن هؤلاء طلبوا ملابس مظهرها يوافق يعني أرباب الدين وألوانها حالها الحقيقي يوافق. ولعل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الأغنياء ولون هيئته لون ثياب الصلحاء فيلتمسون القبول عند الفريقين. وهؤلاء لو كلفوا لبس ثوب خشن أو وسخ لكان عندهم كالذبح خوفا من السقوط من أعين الملوك والأغنياء. ولو كلفوا لبس الديبقي والكتان الرقيق الأبيض والقصب المعلم وإن كانت قيمته دون قيمة ثيابهم لعظم ذلك عليهم خوفا من يقول أهل الصلاح قد رغبوا في زي أهل الدنيا وكل طبقة منهم رأى منزلته في زي مخصوص فيدخل عليه انتقال إلى ما دونه أو إلى ما فوقه وإن كان مباحا خوفا من المذمة. ولو كلفوا لبس الديبقي ديبق قرى من قرى دمياط يعني غير موجود الآن كانت مشهورة بصناعة يعني هذا الغطاء الرأس. وذكروا ومما قرأت رقما عجيبا ألا ترون يعني مثلا أنه يعني بعض العمائم الموجودة حتى اليوم في السودان في بعض البلاد الأخرى عمائم أهل تريم المشايخ في كبار المشايخ يعني يكون لو فردت العمامة يعني تكون طويلة جدا حقيقة. هنا قالوا فيما قرأت وكأن أن لنا أن نشاهد الكلام قالوا أنها ظهر ما ظهر في دمياط في هذه القرى من قرى دمياط ديبق هذا قالوا ظهر فيها هذه الملابس في القرن الرابع الهجري سبق. لذلك الإمام الغزالي حينما ذكرها معناته كانت موجودة يعني يشاهد عمائم هائلة. مما قرأت قالوا 50 ذراعا ومطرزة بذهب حتى قالوا فيها كذا وكذا وكذا. والأصل فيها لا تلبس الذهب أنت أصلا ولو لبستها بدون الذهب يعني لسه فيها إشكالية. انظروا إلى شواهد القبور في إسطنبول إذا ذهبتم هناك وانظر إلى أن كثيرا من علمائهم أو سلاطينهم الشاهد يوضع عليه عمامة من الحجر يعني منحوتة من الحجر بمكانة ما كان عليه في الدنيا عمامة صغيرة عمامة ضخمة جدا كذا فيتصور أنه أذرع كثيرة. لهالدرجة هاي
لعل هنالك في شيء في قضية الحساب الأذرع في زمانهم مسألة تختلف، لكنها واضح أنها كانت عظيمة جدا ولا تفي بأي غرض إلا أنها راح أسوي لك ديسك إذا ظلت هذه. طيب وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسع والتجمل في الملبس والمسكن وثاث البيت وفره الخيول نوادر، يعني خيل هذه منظر هكذا وهذه اسم هكذا وهذه أصل اليوم سجلوا أنه هذه الفرس بنت يعني إلها نسب إلها نسب خيل إلها نسب والإبل والناس ملهاش ولا إلنا زي في وعد بالفور كيف تم ذكر الفلسطينيين في وعد بالفور في النص؟ هل منكم من يحفظ كيف تم ذكر الفلسطينيين؟ تم ذكرنا قيل عنا غير اليهود نعم، لا لنا دين ولا تاريخ ولا ثقافة ولا أصل ولا فصل ولا وجود، بسرعة هيك اختصرته، ولا ثوب ولا دبكة ولا شبابة ولا الصح ان كان كل الحاجات الكويسه قبل الاوروبيين، كنا نصدر الى اوروبا برتقال يافا من قبل 48 بكثير. على كل انظر الى الظلم، هو شطبك غير، نحن غير هيك برضو، ولا دين ولا ثقافة ولا تاريخ ولا حضارة ولا نتمنى لهم إيد ورجل في اللي صار في فلسطين. البريطانية العثمانيين هم اللي همش العرب وكلهم يعني ممكن أن نقول مثلا فلان بتاريخ الفلاني ده، مثلا إذا ذهبت إلى قصر من دول ماباتشي مثلا بهجة وترى أن الدربزين على الدرج من الكريستال والثريا من الكريستال وليست واحدة نصف طن، وهذا مذهب، يعني هنالك ذهب في نفس تزويق القصر و و و و نعم تدرك تماما، وانت ايش يعني تدرك تماما انه من طلب هذا ترك الاهم، يعني فهمها بهذه الصوره. على كل يمكن من هذا الباب يكون فيها نوع من توجيه النظر، لان السلطان عبد الحميد رحمه الله لم يفرط مثلا، هو الحاكم الرئيس اللي بيجي عند كل المناطق هم اللي بضرب مما لا شك فيه أن هنالك كان يعني في نعرات في التاريخ، وقضية النعرات انظر إلينا يعني مثلا أنا لا مرات يكون مطلوبا أن نذكر بعض القضايا حتى ننتبه. أحد الـ يعني الأكاديميين أحد هو دكتور في العلوم تزوج ب يعني امرأة ماليزية متعلمة، يعني أنا أعرفه وأعرفها عشنا طبعا مش الحمد لله رمعين. عشنا في كوالالمبور 3 سنوات، عاد إلى أهلي هنا زيارة فعاملوها معاملة الخادمة، يعني دون كأن كل من هو من جنوب شرق آسيا سريلانكي هندي ملاوي ماليزي إندونيسي فقط خدم، فلبيني فقط خدم. أنا يمكن أن أقربها لك أكثر، عندنا قضية الشيء قريب هنا، حينما قال الإمام الغزالي قال والتفاصح في العبارات في شيء آخر، تعتبر لهجة معينة عندنا مثلا لهجة تسمى مدنية، ولا يوجد في ثقافة العرب شيء اسمه ثقافة لهجة مدنية، تقول هذه لهجة مثلا لهجة تميم، تقول ما في اللغة ما عندنا شيء اسمه
لهجة مدني ولهجة فلاح. الشاف إذا جاز هذه من لهجات العرب، هذه الكشكشة هذه من لهجات العرب موجودة في الخليج. نعم، وهنالك قراءة شاذة جدا ولكنها موجودة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قلنا شاذة القراءة ولكنك لهجة عربية، لهجة عربية في الخليج موجود، في فهمت علي؟ موجود. تحويلها لا مدني فلاح نعرة، نعرة إنه هاي سور المدينة يفصل ما بينك وبين، يعني تصبح نوعا من الطبقية في نفس المجتمع. أنت تقول لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله، المفاضلة بالتقوى، والتقوى شيء بينك وبين الله عز وجل. شيخ قلت عن القدس القدس، قلت عنها أدس، قلت عنها قدس، قلت عنها أدس، قلت عنها قدس، المهم تيجي عليها. هي المهم أنك تصلها. إذن يتوسع في الماديات، وهذا من النفايات التي على القلب، أنه يصبح هذا الأثاث امتداد لك. اقبلني لأنه عندي صالونين ثلاثة، اقبلني لأنه عندي سيارتين ثلاثة، اقبلني لأني اقبلني بسبب هذا. هذا هو اللي وصلنا له بهالطريق، هذه بتعرف الناس يعني. أنا معك، احنا بنتحدث الآن حتى شوي نغير شوي، بلش ننظف في هالقلب قلنا عليه من ملام. نعم. وبالثياب المصبغة والطيالسة النفيسة، وذلك ظاهر بين الناس، فإنهم يلبسون في بيوتهم الثياب الخشنة أمام الناس، يلبس كذا وكذا بس يرجع على الدار إيش؟ يتقشف، ولعله يحسن لغير أهل الدار ما لا يحسن لأهل الدار، وخير درهم درهم أنفقته على أهلك، ويشتد عليهم لو برزوا للناس على تلك الهيئة ما لم يبالغوا في الزينة. ما قضية النوادر يعني تظهر شيئا، ما أسفه من إنسان يشتري لوحة سيارة بسبب الرقم اللي عليها بمليون، ولو قلت له هات المليون نبني به مدرسة أو مستشفى أو اللي هو لم تنع. مليون من أجل رقم الذات مريضة، انظروا إلى ذواتنا اليوم، إلى نفوسنا، لم نفعل هذا إلا للمرض. مسابقة جمال الجمال والنوق ثم الناقة الفلانية هي لتسوب يعني أهل مكة أضرب شعابها يا سيدي، لكن إحنا أول جمل وآخر جمل بنشوفهم نفس البوز نفس الهيئة، فتحطونيش أنا حكم في مسابقة الجمال هاي. مرة واحدة أظن أني اعترضت على مسابقة جمال أطفال في الجامعة الإسلامية في ماليزيا، أظن أني اعترضت. ليش؟ إنسان وهب الله عز وجل شيئا الحمد لله، تعطيه كمان فوق هابس تعلن عنه أنه هو بيفوز بجائزة كذا، وكأنك تقول له قيمتك هي في حسن صورتك فلا داعي أن تحسن إيش الأخلاق والكذا. وبنعمل هذا مع البنات لدينا، أي الله اللي بيحركنا. الله لا إله إلا الله. نعم لا إله إلا الله، صدقت لا إله إلا الله. نعم هذا إنسان على بركة، ويذكر نفس الجملة يقولها مرارا وأياما، ويقول الله عجل هو الذي يحركنا. ونعم نعم هو الله عجل هو الذي يحرك. لا إله إلا الله. نعم سبحان الله. ثم تشتروا لوحات بمئات الملايين يا أيها الناس، وفينا الجائع وفينا العاري وفينا من هدم مسكنه. زلزال طبيعي، زلزال صناعي يعني براميل متفجرة. تشتروا لوحات بمئات الملايين من الدولارات، لو وضعتوها على درجات باب العمود من الصباح للمساء ونديتم عليها بدولار ما اشتراها من أهل البلد أحد. هاي شو يعمل فيها؟ مثل ما قال أبو هاني، ماذا سيفعل بها؟ لسنا ضد الثقافة ولسنا ضد الفنون،
لسنا ضد الجميل من الفن، لأن في الفن أيضا ما قبيح، ليس كل فن يسري عليه اسم الجميل، لا يسري عليه اسم الجميل، بل بعضه قبيح وقبيح جدا، بل بعضه قبيح وقبيح جدا. دخلت لمتحف في فنلندا، دخلت المتحف وصلت إلى كل متاحف يكون ملحق بها، يعني مثل دار كتب صغيرة تشتري منها تذكارا أو تشتري كتابا. في نظرنا في أول كتاب من كتب الفنون الجميلة فإذا هو عري، نظرنا في كتابه فإذا هو عري، رأيت اسما قدرت أنه ليس فقط عربي، قدرت أنه من مدينة عربية معينة، الاسم يعني يدل على أنه الاسم العائلة كذا. وأنت تعرفون قبل 48 ناس كانت تنتقل قبل ما الدولة القطرية المعاصرة، الأسماء هذه تتكرر في كل بلد من البلاد. فاستبشرت خيرا فقلت لعلي الآن أجد شيئا يعني يغير هال، فتحت على الصفحة اللي هو، فإذا به مصور طاولة تنس، وبدل الشبكة اللي على في منتصف الطاولة امرأة عارية، يخلف عليه وعلى الفن القبيح. لذلك قلنا الفن برسالة ترضي الله عز وجل، وهنالك فن يرضي الله عز وجل، وهنالك فن جميل ليس على يد المسلمين أيضا. أستاذ لغة عربية ياباني يمضي سنة كاملة في رسم اللوحة لونها مستوحى من محتوى الآيات، وهو غير مسلم، أستاذ لغة عربية ياباني غير مسلم يرسم لوحة، يمضي سنة لوحة هائلة يخطط خط عربي جميل جدا وألوان اللوحة، فإذا ذكر المياه كانت اللوحة زرقاء، يعني خلفية، شيء جميل جدا، شيء جميل جدا، صورة جميلة، رسم جميل على رأس عيني. بل نقدر، نحن ما تحدثنا أبدا عن الفن الرفيع، نحن يعني يسوءنا الفن الهابط، وأحزن مرات له فن هابط وله فن رفيع. شاب مكثر من اللوحات التي لا معنى لها ولا موضوع لها، ألوان يجمع على خيشة الكانفاس، خيش يجمع عليها وظلل. طب يا أخي ارسم قبة الصخرة، على الأقل بنشرح الواحد، ارسم كيف اللي رسم جمل المحامل، ليه؟ نعم، في كأنه يحمل كيس، كأنه عتال وحمله ايش؟ مدينة القدس المسيحي الفلسطيني. لكن هنالك فن. تفضل يا سيدي. هلا بالنسبه لرسم ذوات الارواح اساسا حرام، رسم ذوات الارواح، الرسول قال كل مصور في النار، ويؤتى بمصور يوم القيامه فيقال له احيي ما خلقت، يعني اساسا رسم ذوات الارواح. شوف يا سيدي، بامكانك اول باب، اذا كانت الصوره الفوتوغرافيه الالكترونيه هذه لا باس، هذا واضح، انتهينا من قضيه الرسم والتجسيد. اذا جينا للرسم، حتى المشايخ اللي يعني اللي بيعترضوا بيقولوا اذا لم يرسم شيئا كاملا فلا باس، حتى المشايخ اللي بيعترضوا بيقولوا اذا لم يكن كاملا فلا باس، فانك لم ترسم ما يقوم بذاته. لكن لو جيت انت مثلا لطالب الدويك، انا اعطيك مثال، طالب الدويك ورسام فلسطيني من القدس يرسم القدس وكأنه كل يوم يراها عروسا بلباس جديد، ما الذي يراه؟ هو الفنان الشاعر تميم برغوثي حينما وصف قبة الصخرة وصفها بشيء عجيب تعكس إرادة السماء، يراها بعين الشاعر والفنان، كل المطلوب يكون عنده شوية حس مرهف. طالب الدويك يرسم لك مئات آلاف، المعنى يعني الناس يدخلون المسجد الأقصى كذا وليس فيهم واحد عليه ايش تفاصيل، احنا حتى خروجا يعني من
من الخلاف يعني، وللحديث تتم. يعني بإمكانه أن يرسم وكأنه لم يرسم، والموضوع قبة الصخرة وهي المؤثر وهي المعلم وهي مقياس الجمال في القدس، ولولا المسجد الأقصى لكانت مدينة فيها جمال، مثل ما تقول مدينة فاس في المغرب، مثل ما تقول البلد القديمة سوق الحميدية في دمشق، لما تقول تنزل على نابلس تنزل مدينة قديمة، هي نابلس فيها بيوت يا ليت لو يصلحوها وتصبح يعني أماكن للزيارة. هذا بيت دار عبد الهادي وهذا وسجن دار عبد الهادي. طيب والثالث الرياء بالقول، ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لأجل الاستعمال في المحاورة إظهارا لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق، وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي، وتضعيف الصوت في الكلام، وترقيق الصوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على الحزن والخوف، وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ، والرد على من يروي الحديث ببيان خلل في لفظه ليعرف أنه بصير بالأحاديث، والمبادرة إذا ما بينش وقتك أبو سرار من أكاش حدا يسأل غيرك. ها نعم الله يجزيه الخير. نعم في عنده نعم المبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح لإظهار الفضل فيه والمجالة على قصد إفحام الخصم ليظهر للناس قوته في علم الدين. والرياء بالقول كثير وأبوابه لا تنحصر، وأما أهل الدنيا فمراتهم بالقول بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح بالعبارات وحفظ النحو الغريب للإغراب على أهل الفضل وإظهار التودد إلى الناس في سماعة القلوب، حتى في عالم الحياة الأكاديمية. يعني مثلا في الدراسات العليا في العلوم الإنسانية في أمريكا مثلا، مطلوب مثلا في الماجستير في أمريكا، مطلوب الماجستير لغة في بعض الجامعات، مطلوب أن تدرس أو تقدم امتحان في لغة غير اللغة الإنجليزية نص فلسفي مثلا تترجمه من لغته الأصلية اللغة الإنجليزية، وفي الدكتوراه لغة أخرى، هي ثلاثة، وقد يدرسون لغات أخرى كلاسيكية كما تسمى. ولكن كان في فترة من فترات الموضة كانت في نقول في التسعين الموضة كانت تعلم اللغة الألمانية مثلا في الفلسفة. صعب بالنسبة للإنجليزي. مش كثير يعني، شوف الذي يصرف جهده ويقبل على الشيء، يعني مثلا الآن في على وجه الحقيقة من صمم طائرة تشبه الكونكورد أخرجت عن الخدمة بسبب إشكاليات معينة، والآن هو يعيدها، يعني مثل الطائرة الحربية ولكنها تجارية، يعني تنقل الناس عبر المحيط الأطلسي مثلا بدلا من 5 ساعات من لندن أو 6 ساعات من لندن إلى نيويورك، ساعتين زمان مثلا، فيها يعني فيها شدة على الجسد، يعني لعل القائد الطائرة يتعود شيئا ما مثلا. ولكن الآن الذي صممها هو مبرمج حاسوب قرر، لديه رغبة، قال فدرس هندسة ميكانيك الطائرات لمدة سنة وحده وصمم طائرة. رأيت احنا بدنا الإنسان يكون صاحب همة عالية في كل شيء، دينا ودنيا خدمة، ويخدم نفسه لكن يخدم ايش ايضا نفس الوقت غيره. نعم
كما كان لنا حضارة ستعود إن شاء الله. إن شاء الله. أنتم مادتها ومن حولكم مادتها، والشباب الحلو هذول هم مادتها الحقيقية. شيك بدنا حضارة إسلامية شاهدة، شاهدة حالا على الغير، لأنه الشاهد شهادة لفظية موجودة، القرآن شاهد والرسالة شاهدة والدعاء شاهد، لكن نريد نموذجا مثالا، نريد لشبابنا أن يكونوا شامة بين أهل الأرض، يكفيهم بس فقط لغير يكونوا أصحاب أخلاق. هنالك إقبال شديد جدا مما أقرأ، إقبال شديد جدا، شباب صغار يدخلون المساجد ويسلمون، ما عادت الأمر أنه إنسان كبير في السن. ومعظم النساء اللواتي يسلمن في الغرب ليس بسبب الزواج، دراسة كانت في جامعة هارفارد، يعني قد يقولوا هذول تزوجت فأسلمت، لا، تزوجن وأكثر ما كن نسبة من غير زواج أسلمت، فقط ما كل المطلوب منها هو التزام بالأخلاق، التزام بهذا الدين، ويحصل خير إن شاء الله. نعم. أقول الآن وصلنا إلى القسم الرابع، ولكن أتوقف قليلا بإذن الله عز وجل، والحديث تتم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.